مجلس وزاري ينظر في مجلة الصرف الجديدة والمصادقة عليها وتمريرها إلى مجلس النواب. الكابيني برايس واتر كوبر هاوس تصدر رابور جديد وهو عبارة على أنكيت على انتشار الانفراستركتور كلاود في إفريقيا. ويبين هذا التقرير أنه تقريبا 50% من المؤسسات الخاصة في إفريقيا حتى عملت الكلاود في الشركات بتاعها. البنين هو بلد جغرافيا يعتبر من البلدان الاستراتيجية في إفريقيا. هو بلد فيه منوال تنمية على 5 سنوات طموح جدا للحكومة البنين من حكومة البنين، وكيف كيف اهتمام كبير من ليبيور دوفون انترناسيونو بهذا البلد وبتمويل المشاريع الكبرى في البنية التحتية. البنين هو البلد اللي باش نرجعوا له اليوم في فقرة أفرو فوكس. كل المعلومات هذه وعديد الأخبار حول المستجدات في القارة الإفريقية مش عندنا جديد في النشاط الاقتصادي باش نلقاوه اليوم في العدد 23 من أفرو بيزنس على إذاعة في و اف ام. بشير الزوالي معكم في تقديم هذا العدد، ورافقني كالعاده سي محمد. مرحبا بك سي محمد كرونيكور تاع البرنامج. بشير مرحبا بالساده المستمعين والمشاهدين. يعطيك الصحه سي محمد. نمروا الافرو نيوز، نبداو بالاخبار الاول سي محمد، نبداو بالكريدي تاع البنك مونديال اللي اعطاته لتونس بقيمه 520 مليون دولار. أكيد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرضين جديدين بقيمة 520 مليون دولار لتوفير تمويل إضافي بهدف معالجة تحدي الأمن الغذائي والحد من التفاوتات الجوية في تونس. وسيكمل القرض بقيمة 300 مليون دولار مشروع الاستجابة الطارئ للأمن الغذائي في تونس الذي سيساعد على مواجهة أثار 4 سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب في 2023. كما يستهدف هذا المشروع تحسين واردات القمح ودعم صغار المزارعين والمنتجين بتوفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور القادرة على الصمود في وجه تغيير المناخ لمزارعي القمح. مع العلم سي محمد اللي معناها الموسم بتاع السريال في تونس تقريبا فما 4 سنوات مروا فيهم سيشيريس فيهم جفاف. والموسم الاخراني 2023 حسب الفلاحه يقولوا موسم كان صعيب ياسر. دونك التمويل هذا جاء في اطار دعم البروبليم الموجود في القطاع الحبوب في تونس. نواصل معك اخبار الانشينمون تاع الاخبار سي محمد. شنو عندك على الكود دو شونج هذولي والمجلس للتصرف اللي ينتظروا فيها تقريبا من الشباب من الكل من اهم المشاريع اللي صادق عليها مجلس الوزراء التئم مؤخرا في قصبة برئاسة رئيس الحكومة التونسية السيد أحمد الحشاني. وتهدف مجلس الصرف سي بشير إلى وضع إطار تشريعي موحد يمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف ملائمتها مع متطلبات الأنشطة لتساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة. تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية. إدماج النشاط الاقتصادي في محيط العالمي ورقمنة المعاملات المالية من مع الخارج. كذلك تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية. هذا معناه من المطالب الموجودة اليوم سي محمد ليبراليزاسيون دو شونج، معناه كيفاش سعر الصرف يولي معناها يقوم على العرض والطلب مش معناها يبدا محدد بطريقه. وفما المشكل الثاني هو مشكل كثره التصاريح، انه باش تدخل فلوس وتخرج فلوس اسمك عديد التصاريح اليوم في القانون الصرف الموجود، هناك عديد التصاريح جاري بها العمل. دونك في الكود شونج هذا ان شاء الله يكون فما حل رؤيه وفرصه اكثر، لانه الاكثر ما طبقه تهتم بالموضوع هذا في تونس هي طبقة الزونتوبرونير، الشباب اللي حاب يعمل مشاريع، الشباب اللي حاب يعمل ستارت اب يجيب من برا يخرج لبرا. هذا كله معناها يعطلهم في ما في الـ في الـ في الجانب هذا يعطل المصالح نتاعهم، ويكون اوتيل اذا كان لقاو حل. وبمام طون نراعي وزاد لي ريسك الاخرين، انه فما ناس تجم تستغل الموضوع هذا وتولي تعمل تبويض اموال، وفما ناس تجم تستغل الموضوع هذا وتولي تخرج الفلوس منهم غادي. دونك يلزم نلقاو معادله
تجمت تجم تجم تعطي ليكيليبر اكيليبر اخر ديناميك نجمو نمشيو له. نعم سي بشير نكملوا معك سي مهم نواصلوا معك في الاخبار نمشيو الاخبار اللي عندك الاخر يظهر لي على الاخبار نتاع من الجزائر من الفيدباك نتاع المؤتمر اللي كنا حكينا عليه ديجا الاسبوع اللي قبل اللي فات يظهر لي سي محمد نتاع البلدان المصدر الغاز واللي كان مشى لها يظهر لي رئيس الجمهوريه قيس سعيد شارك فيه بدعوه من الرئيس الجزائري. كما قلت انت سي بشير على المنتدى الدولي المصدر الغاز في تقرير السنوي الثامن اللي يقع في الجزائر معناتها يبين ان العالم في الايام معناتها في السنين المقبله محتاج اكثر الاستثمارات في الطاقه وخاصه في المجال الغازي واللي قرروه العلماء والمختصين بحوالي 8900 مليار دولار لتلبيه الطلب الذي سينمو بقوه وخاصه في الاسواق الاسيويه. هذا شنو سي محمد هذا التقرير السنوي الثامن معناتها اهميه الدور الحي للغاز الطبيعي في التحول الطاقوي كمورد يدعم الطاقات المتجدده ويساهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئه مشيرا الى ان سعه الغاز تحتاج الى استثمارات كبيره تبلغ نحو 8900 مليار دولار لتلبيه الطلب الذي سينمو بقوه خاصه في الاسواق الاسيويه. يعني في المستقبل هناك معناتها طلب متزايد على الغاز قدروه الخبراء باستثمارات 8900 مليار باش ينجموا يلبيوا الطلب هذا وخاصة في البلدان الأسيوية. ما مناش شنو بعد ياسر على الجزائر هذول يمشوا على اليسار شوية سي محمد موريتانيا. موريتانيا عندنا أطلقت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في موريتانيا مشروع تعزيز السلام والصمود الاجتماعي والاقتصادي من خلال خلق فرص عمل خضراء لائقة للشباب في المناطق الريفية والشبه الحضرية. يعني الدولة باش تساعد الشباب على خلق مواطن أو إنشاء مؤسسات تهتم بالبيئة في المناطق الريفية والحضرية وهذا معناتها دور مهم معناتها باش تعطي فرص أكثر للشباب للاندماج في السوق الشغل. يعطيك الصحة سي محمد مازال معك خبار عندك خبار أخرين نكملوا معك في الأفرونيوز. عندي خبار آخر وافقت اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التون في المحيط الأصل الكلاسي إيكات على رفع حصة الجزائر من صيد التون الحمراء لسنة 2024 إلى 2046 طن. معناتها بتعرف أنت صيد التون في كل دولة عندها حصة معينة في كل سنة. موريتانيا معروفة بالإنتاج متاع هذه الجزائر. في الجزائر. أنا أذكر وقت موريتانيا كانت معروفة بالأسماك. وقت ديجا وقت فما دون عطاته لتونس تكون من الأسماك الأسماك التون معروفة بالإنتاج متاع الأسماك نظرا من الجغرافيا متاعها على المحيط الأطلسي. هذه هي معناتها فرصة أكثر معناتها لكل دولة عندها حصة معينة. والجزائر رفعت الحصة متاحة 2046 طن سنة 2024. يعطيك الصحة سي محمد على الحزمة من الأخبار هذه اللي تقريبا شملت المغرب العربي الكل على الجزائر وكذا. باش كمل معك ديجا نرجع لتونس. أنا عندنا فما البنك المركزي التونسي أصدر كومينيكي دونك فما ان كونكور دو ريكروتمون معناها باش يعملوا البنك المركزي من اجل انتداب 64 اطار في كافه الاختصاصات تقريبا. والانتداب هذا معناها تلقاو التفاصيل نتاعو على السيت نتاع البنك المركزي التونسي والريكروتمون يتم في ديلي ما بين 12 مارس و 26 مارس. يعني بعد زادت الفرصه بواتا باش اللي حاب يقدم الترشح نتاعو وبعد الدليل ذا يأكدوا أنه ما يتمش قبول حتى ملف. في أخبار برقية أخرى سي محمد عنا البنك التونسي الليبي يقوم بفتح أجنس جديدة في جربة. هذا معناها ينضاف إلى العدد البنوك اللي حال ديز أجنس في جربة واللي هي تعتبر وجهة سياحية. وبطبيعة الحال كنقولوا بنك تونسي الليبي وجربة قريب ليبيا ونعرفوا اللي عديد الليبيين معناها الديبوز الفلوس نتاعهم يودعوا الفلوس نتاعهم بالبنك هذا لكن باش تعمل تحول معناتها تجاري دونك فما يوتيليتي من الاستثمار هذا من فتح اجنس في 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 جربه. كما قلت لي سي بشير جربه من معناتها منطقه سياحيه ومنطقه معناتها جميله كما نقولوا فيها يعني قريب معناتها ليبيا معناتها فرصه باش تكثف المبادلات حتى التجاريه.